اللي بعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه اللي بعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه السلام عليكم ورحمة الله. معاكم لنا من قناة كوكوز. لنا النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت بالشوكولاتة او بسكوت البيمبو اللي كلنا بنعشقه يعني ومضيعين معظم فلوسنا عليه. يلا بينا نقول الطريقة والمقادير ويا رب الوصفة تعجبكم. في بولة هنحط 2.5 كوباية من الدقيق والكوباية او المعيار اللي هنستخدمه في الدقيق هنستخدمه في الزيت هنستخدمه في السكر يعني الكوباية تبقى هي نفس المعيار اللي احنا هنستعمله في الوصفة كلها. تمام كده هنبدأ بقى نخلط الدقيق مع البيكنج باودر بحيث البيكنج باودر يتوزع على كل الدقيق ما يتجمعش في حتة معينة. اخر حاجة هنحط رشة من الملح ونقلب برضو كويس. رشة الملح دي اللي بتظبط الكيكات والمعجنات. في بولة تانية بقى هنبدأ نعمل الخليط السائل. هننزل ببيضتين تمام ومعلقة صغيرة من الفانيليا تمام كده. هنبدأ بقى نقلبهم او بقى المضرب الكهرباء او مضرب عادي. لو انت مش عندك مضرب كهرباء ممكن بالمضرب العادي بس تضربي كويس جدا بحيث ان البيض مش عايزينه يعمل فوم لا عايزينه يختلط كويس يتضرب كويس. تمام كده هننزل بقى بنص كوباية من السكر بنفس الكوباية اللي احنا عيرنا بيها الدقيق. هنبدأ نضرب السكر مع البيض عشان السكر يدوب وحس ان البيض ابيض اللون بتاعه بقى ابيض شوية. تمام كده ضربنا البيض والسكر كويس. هبدأ انزل بقى بمعلقة من العسل الاسود. عسل اسود عسل اسود جربيها وهتدعيلي. تمام هخلط بقى المعلقة بتاعت العسل الاسود مع البيض والسكر ونضربهم ضربة كويسة. تمام كده ضربناهم ضربة كويسة. هننزل بقى بنص كوباية من الزيت ونضرب تاني بحيث الزيت يختلط مع البيض والسكر والعسل الاسود كده. تمام احنا بنضربهم بالمضرب كويس. وهبدأ بقى اجيب الدقيق اللي احنا عملناه حطينا عليه البيكنج باودر والملح هبدأ انزل بيه على الخليط السائل ده وهقلب بقى بمعلقة بايدي. انا هنا هلم بس الخليط بالمضرب اليدوي وبعدين ابدا اعجن بايدي. لو حسيتي ان العجينه لينه معاكي زودي دقيق. حسيتي ان العجينه معاكي ماسكه زودي معلقتين من اللبن. تمام كده هبدأ بقى أعجن تمام هبدأ بقى أعجن بإيدي بحيث إن أنا ألم العجينة كده. تمام عجنت البسكوت كويس. هسيبه بقى يرتاح في التلاجة من ربع لنص ساعة. ده كيس تلاجة جبته وفردته هجيب كيسين تلاجة وافردهم بحيث ان انا احط واحد تحت وجواه عجينه البسكوت او واحد فوقه بحيث ان العجينه ما تضايقنيش ولا تلزق مني مثلا في الرخامه. تبقى سهله ان انا بفردها كويس وبعرف اطلع البسكوته بسهوله ما تغلبنيش. يعني زي ما انتم شايفين كده انا بفردها بالنشابه
وانا مش عايزة يعني العجينة دي تبقى رقيقة قوي ولا خايف ولا تخينة، انا عايزاها وسط، بحس ان البسكوتة تطلع معايا مظبوطة. تمام كده انا فردت البسكوتة اهو، هبدأ بقى اجيب قطاعة واقطعه. القطعة دي انا بعملها للبسكوتات، بتعمل شكل حلو عليها او للكحك. لو انت مش عندك قطاعة مثلا زي دي او القطاعة اللي هي الستانلس، ممكن غطا اي حاجة عندك، غطا مثلا صلصة، كوباية، يعني حسب رغبتك. يعني كده تمام قطعتها، هجيب صينية بقى وادهنها بزيت خفيف وابدأ ارص فيها البسكوت وادخلها الفرن على 180، يعني 10 دقايق ربع ساعة هتلاقي البسكوت طلع معاكي مستوي. هنا هبدأ بقى اكمل باقي البسكوت واقطع افرده وبعدين اقطعه زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وبرضه هجيب صينية ادهنها زيت بسيط وارص فيها البسكوت. انا ما بعدنش زيت كتير لان كده كده البسكوت فيه زيت، يدوبك بس ان انا دهنة بسيطة. هبدأ بقى اعمل الشوكولاتة اللي هغلف بيها البسكوت ده، شوكولاتة خام وعليهم 2 معلقة من الزيت في كيس تلاجة، واحطه في مية دافية، اي حلة فيها مية دافية، وابدا بقى لحد ما تسيح. وده البسكوت بعد ما استوى، هبدا بقى احشيه من نص معلقه من الشوكولاته وافردها كده عليها، واجيب البسكوتة التانية واضغطها وبعدين انزلها في الشوكولاته في صوص الشوكولاته. تمام كده، واحدة تانية برضو هحط في نص معلقة من صوص الشوكولاتة ده واحط عليها بسكوتة تانية وابدأ انزل في صوص الشوكولاتة بحيث ان هو يغلفها كلها. وهجيب بقى صينية ولا اي حاجة احط عليها ورق زبدة بحيث ان البسكوت ده ما يطلع اسيبه وافرده عليها يهدى كده والشوكولاتة تمسك على البسكوت زي ما انتوا شايفين اهو. وممكن بقى بعد ما اخلصه احطه في التلاجة بقى ربع ساعة ولا نص ساعة كده، الشوكولاتة تمسك عليه ويبقى حلو، وابدأ اقدمه. دي كمية انا سبتها من غير شوكولاتة، تبقى زي بسكوت كده، بسكوت الشاي قصدي، يعني تتاكل مع الشاي. وعملت برضو كمية بالشوكولاتة، دي جزء منها اتاكلت طبعا. و بإذن الله يعجبكم نفس طعم بسكوت البومبو بالظبط، يعني ما فيش اي اختلاف، واوفر كتير جدا طبعا. ودي شكلها من جوه حلوة جدا، ويا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناتي كوكوز لانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.